أهلا وسهلا بكم أحبتي طالبة الصف السادس في وحدة جديدة من منهاج التربية الإسلامية للفصل الدراسي الثاني. في بداية هذه الوحدة أحبتي أريد أن أعرض عليكم الفهرس الخاص بكم والصفحات المطلوبة منكم. بداية سورة نوح عليه السلام، ثم سوف ننتقل لدرس الإسراء والمعراج، بعد ذلك سيكون هناك درس في التلاوة والتجويد، ثم حديث شريف بعنوان طلب العلم والتيمم وحق الإنسان في المسكن. في بداية هذه الوحدة أحبتي سوف نتابع التطرق والتعرض لسورة سيدنا نوح عليه السلام، الآيات الكريمة المطلوبة والمقررة، تلك التي تبين محاولة إقناع قومه بأن يعبدوا الله تعالى وحده عن طريق تذكيرهم ببعض مظاهر عظمة الله تعالى بالرغم من استنكار دعوته. سوف تقرأ الآيات الكريمة وسوف نبين الموضوعات الرئيسة للآيات الكريمة كقدرة الله تعالى على خلق الإنسان، وقدرة الله تعالى على خلق السماوات وما فيهن، وقدرة الله تعالى على البعث بعد الموت، وقدرة الله تعالى على تهيئة الأرض للعيش فيها. هذا بالإضافة إلى قدرة الله تعالى على خلق السماوات والأرض وما فيهن من سبع سماوات وخلق القمر، كذلك خلق الشمس وجعلها مصدرا للحرارة. بعد أن ينهي الطالب الدرس الأول سوف ننتقل سويا إلى الإسراء والمعراج، وقد سبق واحتفينا في الإسراء والمعراج. سوف يتعرف الطالب إلى مفهوم الإسراء، ألا وهو انتقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرام في مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى المبارك في القدس الشريف. أما المعراج فهو صعود سيدنا محمد من المسجد الأقصى المبارك إلى السماوات العلى. بعد ذلك سوف يتعرف الطالب إلى أحداث الإسراء والمعراج، ثم سوف ننتقل إلى الدرس التالي. وبعد حصة التلاوة والتجويد سوف ينتقل الطالب للتعرف إلى الحديث النبوي الشريف بعنوان طلب العلم، الذي فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة. هذا بالإضافة إلى أننا سوف نوضح معاني المفردات والتراكيب، ثم سوف ننتقل إلى التعرف إلى راوي الحديث أبي هريرة الذي سبق وتعرفنا إليه في دروس سابقة، كاسمه وإلى من هاجر، إلى أين هاجر، وما الصفات التي يتمتع بها، ولماذا لقب بأبو هريرة. في هذا الدرس بالتحديد سوف نركز على الحرص على طلب العلم وأهمية حث القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة على طلب العلم، إذ أنه فريضة على كل مسلم ومسلمة. أما بالنسبة لفضل طلب العلم، إذ بين رسولنا صلى الله عليه وسلم أن لطلب العلم أجرا عظيما عند الله تعالى لدخول الجنة يوم القيامة. هذا بالإضافة إلى أننا في هذه الوحدة سوف ننتقل إلى درس التيمم، ألا وهو الذي يشرع بالإسلام بدلا من الوضوء، ويكون في حالات حثت عليها الشريعة الإسلامية. فالتيمم هو استخدام التراب للطهارة بدلا من الماء عند فقده أو عدم المقدرة على استعماله. في هذا الدرس عزيزي الطالب سوف تتعرف إلى أسباب التيمم ولماذا شرع الإسلام التيمم بدلا من الوضوء لعدة أسباب، منها عدم وجود الماء أو وجود الماء مع عدم المقدرة على استعماله، أو وجود الماء مع الحاجة الضرورية إليه للشرب والطعام أو سقي الدواب، لذلك حينها شرع التيمم. فكيفية التيمم تكون بالضرب بالأرض بباطن كفي ضربة واحدة، ثم المسح على الوجه مرة واحدة، ثم ضرب الأرض بيدي مرة ثانية، ثم أمسح يدي اليمنى إلى المرفق مرة وأمسح اليسرى إلى المرفق مرة واحدة فقط. بذلك يستحب نفض التراب من اليدين قبل المسح على الوجه أو على اليدين. هناك ما يبطل هذا التيمم،
المبطل لهذا التيمم خروج الريح أو النوم أو وجود الماء لمن فقده أو المقدرة على استعمال الماء لمن كان عاجزاً عن استعماله. فباختصار مبطلات التيمم وجود الماء أو المبطلات العادية الخاصة بالوضوء. بعد ذلك سوف نقوم بحل أسئلة الوحدة ثم الانتقال إلى الوحدة الجديدة، وحدة جميلة شيقة أتمناها لكم.